طون يا معلم طون. والله يعطيكم العافية يا جماعة الخير، كل الحب لكم وكل عام وانتم بخير. معاك فضل نبهاء من قطاع غزة، هاوي ومربي حيوانات وطيور وزواحف، وكل عام وانتم بخير. احنا اجينا على موسم عيد الاضحى المبارك، ومن انصرات لرفح طلعنا لكم عشان نصور لكم فيديوهات وترندات عجول جديدة في مزرعة الحاج ابو ياسر فاو. فنصلي على النبي يا جماعة ونشوف كيف اجواء المزرعة مع اقتراب العيد، مع ضايل له 4 أو 5 أيام، وان شاء الله الاجواء تعجبكم، وان شاء الله كلكم تضحوا. واي حدا عنده سؤال او استفسار يكتب لي اياه بالتعليقات، يا يتواصل معي فيس انستغرام فضل نبهان او الصقر فضل. وكل الحب لحضراتكم، ويلا نروح على المزرعة. وهيك يا جماعة وصلنا مزرعة ابو ياسر زورب، وحنشوف ايش في اجواء فيها، والاطفال كيف حيكونوا مبسوطين في توزين العجول ويتفرجوا على العجول. احنا عم فرجيتهم كيف راح نوزن العجول، وهي اول عجل بدهم يطلعوه ويوزنوه. خلينا نروح مع بعض نتفرج. سكروا عليه، سكروا سكروا، ما شاء الله. قديش هذا وزنه؟ مين يعرف؟ قبل ما نوزنه، قبل ما نوزنه، اوعى يدير. سيبه ولا سيبه، وسع 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 ماذا يستشعر؟ ماذا يستشعر؟ ايوه ايوه ماذا؟ يو بطل يفشل، ما شاء الله ما شاء الله، يوضع البركة. بارك الله. طون يا معلم طون. عنده وصل الطون. ما شاء الله تبارك الله. صور يا بلال. ما شاء الله. يلا نزلوا نزلوا. يلا يا معلم. شوف شوف الأجواء، شوف شوف. عجل طون يا أبا، عجل طون. يلا طلع طلع. تلدعوش تلدعوش. يلا 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 يلا. ولا يلا طون طون، ما شاء الله طون. هات هات هات. باخرة يا معلم باخرة. رجع ورا يا معلم، شوف فوق فوق، اطلع فوق. انت حتضيع. اي واحدة عطت الله سمراء؟ رجعها رجعها. ايوه خلص رجعها. بالراحة بالراحة. ردوا. في في. وحوش الموسم اليوم. اوعى اوعى. ايوه اقعدوا لنا عشان شفتوا كيف كانت بدها تطلع. يلا وزن وزن. ما شاء الله 712 كيلو، ما شاء الله تبارك الله. قديش رقمها هذا؟ قديش رقمها قبل؟ 711. ايش فيه؟ شيء اللي بيتعب كثير.
لا ناخذكم جوله في المزرعه وافريكم ايش باقي العجول الموجوده في المزرعه وبعدين نكمل لكم ايش توزين عجول. هاي هنا في اخوان ما شاء الله تبارك الله عجلات عجلات اللهم صل على النبي عجلات شراري عجلات هولندي كل شيء موجود في المزرعة. يعني اشي هنا عجول البيتية خال البيتية معلم البيتية الشراري النخب اول الشغل الصح 900 500 600 كيلو زي هيك. وهي كمان هنا كم الراس ما شاء الله عليهم وهيات الترند العاطل الترند العاطل اللي فيش منه عجول البرازيلي او البرامو وهياتهم هذول كل سنة بيعملوا قصة بكسروا الدنيا بطعجوا الدنيا ايش بخطر عبالك بيسووا شراسة مش طبيعية شراسة مش طبيعية. هاي عندك كمان الشغل الصح الشغل الستاندر يا معلم وهي كمان هنا العجول برضو شراري وبرتغالي وكل الانواع هاي الشغل النظيف هذول اجداد نزلت على القطاع هذول نوعهم براون سويس هذول نوعهم براون سويس ولا انت بدك تنطحني عارفك كل مره باجي عندك تنطحني يا ابو الشنانير وهي كمان في غاده العجله الطون ووزنه وهذا قاعد زهقان حاله والعجل طلعه هاي في انا العجل المجنون لهبة وهاي في انا العجل الهولندي ما شاء الله عليهم وهاي ما شاء الله تبارك الله هنا الشغل النظيف الشغل الشرس الشغل الصح اي عجل بقول لكم مواصفات لو اعرفوها انها صح اوعى 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 تعملش حالك زلمة ما انا عارف لو نطحتنا حتجيبني داهية اخريتي داعي عجوع هاي الهولندي الله يشفيك لو طيرك هاي هذا الهولندي يا اخوان هاي الاجواء كيف كل الدنيا مبسوطة وجاي تتفرج على توزين العجوع بما انه اليوم الجمعة سمعونا الصلاة على النبي شايفين كيف؟ تعال نفرجيكم الشغل النظيف التاني. نصلي على النبي يا اخوان وهيك احنا بنكون خلصنا جولة لنعرفكم على المزرعة بشكل عام واخذت لكم جولة تمام؟ وما شاء الله الفيديو هذا بدي يطلع ترند 1000 كيلو الا 80 كيلو وزن العجل السمنتا. لايك وشير للفيديو وانتظرونا في فيديوهات جديدة وكل الحب لكم ومعاكم فاضل نبا من قطاع غزة هاوي مربي حيوانات وطيور وزواحف.